التقارير المصورة اللي عم نشوفها عن جلسات مجلس النواب أو لجنة البيان الوزاري أو مجلس الوزراء كلها تقارير وصور كاذبة. بس يفوتوا المصورين بصيروا الكل يضحكوا ويتناغشوا انه شو يابا ماشي الحال والله يديم الوفق. قبل التصوير شيء وبعده شيء تاني، عينك ما تشوف. اللي عاضد رفيقه، اللي عم يضرب جاره تحت الطاولة، اللي كادش له شريط صباطه، شيء هيك يعني. اما بمجلس النواب فصايرة القضية مثل اللي عم بيكزدر على المنارة، بيفوتوا انه مستعجلين يابا، عم يتمخطروا مثل عنزة الاستقلال. تمثيل، بس مش تمثيل شعبي او سياسي، تمثيل تلفزيوني. ويا ريت والله ابو سليم ما بيشغلهم معه. بس الحقيقة نحن مش عم نضحك الا على حالنا. هذا رأيي، فكر فيها.